استقبلت الكنائس الأردنية التي تتبع التقويم الشرقي شعلة النور المقدس التي فاضت في سبت النور من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة بالقدس، حيث تم استلام الشعلة من جسر الملك حسين ونقلها إلى كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس في خلدة لتوزيعها على كنائس المملكة والعالم. تفاصيل أوفى حول هذا الحدث المبارك في التقرير التالي. شارك آلاف المسيحيين في الأرض المقدسة في مراسم سبت النور الذي جرى في مدينة القدس عشية عيد الفصح المجيد، حيث تجمعت حشود كبيرة من مختلف أبناء الرعاية داخل كنيسة القيامة حاملين الشموع بانتظار انبثاق النور من القبر المقدس. وبعد أن فاض النور جرى نقله إلى الأردن، حيث كان في استقباله عند جسر الملك حسين سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس الذي تسلمه من الأرشمندريت برثلماوس مسؤول التشريفات في بطريركية الروم الأرثوذكس لنقله وتوزيعه على كنائس الأردن والعالم. وقد قام سيادته بنقل الشعلة إلى كنيسة الصعود الإلهي في خلدة، حيث جرى هناك استقبال شعبي حاشد للنور المقدس بحضور الآباء والكهنة ومندوبي الرعاية من لجان كشفية وسيدات وشبيبة. كما قام المطران خريستوفورس بتسليم النور المقدس إلى الرؤساء الروحيين للكنائس في مختلف محافظات المملكة، حيث قام الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش بنقل الشعلة إلى كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة الحصن ومنها إلى كنائس محافظات الشمال. كما تم نقل النور المقدس إلى كنائس محافظات الوسط والجنوب، وقد جرى للنور استقبال حار من قبل كافة رعايا المملكة. وكان قد وصل إلى عمان قادما من بيروت عبر مطار ماركا الأب نكتاريوس خير الله رئيس دير القديسة كاترينا والأرشمندريت جورج يعقوب رئيس دير البلموند من بطريركية أنطاكيا لاستلام النور الفائض من القبر المقدس من يد الإيكونوموس أليكسيوس قاقيش لتوزيع بركته على كنائس لبنان. ونقل الأب قاقيش محبة وأدعية المطران خريستوفورس لكنيسة أنطاكيا راجيا أن يكون نور هذا العام قيامة للبنان من محنته. كما وصل إلى حدود مركز جابر الأردني الأب إيليا تفنكجي من سوريا لاستلام النور الفائض من القبر المقدس من يد قدس الإيكونوموس ديمتيريوس سماوي لتوزيع بركته على كنائس سوريا. وقد نقل الأب ديمتيريوس محبة وأدعية المطران خريستوفورس لكنيسة أنطاكيا راجيا أن يكون نور هذا العام سلاما لسوريا وشعبها. وتعتبر معجزة فيض النور علامة لعيد القيامة المنبعث من القبر المقدس، فيها أعلن السيد المسيح قيامته من بين الأموات. وكالعادة سنويا يتم في صباح يوم سبت النور وقبل مراسم خروج النور المقدس من قبر يسوع المسيح فحص دقيق للقبر والتأكد من عدم وجود أي سبب بشري لهذه المعجزة. وختاما يبقى الأمل أن تحمل هذه الشعلة السلام والأمان في الأرض المقدسة وغزة وفي كل العالم، وأن تكون قيامة السيد المسيح نهضة لكل الأوطان وأملا بغد أفضل للجميع.